ساعة كده وهجيلكوا. اقفلي دلوقتي هكلمك تاني. نيلي انت جيتي يا حبيبتي؟ جت من نادي نيلي. نادي ايه يا عمو؟ هو ده مؤاخذة، النادي ده فوق. ايه كل ده يا بابي؟ انت مش قلت هتغديهم وتمشيهم؟ ايه يا بت تغديهم وتمشيهم؟ دي احنا جايين من الشارع. انت بتتكلمي ليه اصلا يا بتاعه؟ انت حد كلمك؟ هو انت عايزين اسمع شتمتي بوداني وافضل قاعده ساكته؟ هو انا مش هتمتكيش اصلا، بس لو عايزين اشتمك ممكن. نيلي بس يا بابي. لا بس بجد يا بابي، وريني كده يا حبيبتي هتشتميني ازاي وانا سايب عليكي لساني يبردك برد. لو هتسيبي عليا لسانك انا ممكن اسيب عليكي كلابي. جرى ايه يا استاذ عبد الله؟ ما قلت لك يا اخويا تعمل كنترول شويه. طبعا طبعا نيلي. وبعدين شريهان انتوا بنات عم، يعني زي الاخوات بالظبط. بابي انا قلت لك بس حصل. لو سمحت ما تتكلمش بقى، انا هعرف اتصرف مع الناس دي. وبعدين ايه اخوات دي؟ احنا مش اخوات اصلا. جرى ايه يا بت انت؟ مالك متنيه ومفروض علينا كده ليه؟ ما كلنا اولاد تسعه. انا بنت اتنين بس اللي هم بابي ومامي. لو انت بنت تسعه شوفي الموضوع ده مع مامتك. اخرسي يا واطيه يا زباله يا بنت الوطيه. اتجننتي تدفعي عليا السكينه في بيتي؟ اقف عليك السكينه بالمعلقه والشوكه كمان لو مش حامل. الحمد لله ان احنا بناكلكم يا بنت. قسما بالله على جنبك مجتمع السلطه. في سوء تفاهم مش اكتر. انا هفهمها حبيبتي، هي تقصد 9 شهور ان اي ست بتبقى حامل الحمل الطبيعي 9 شهور. لفة بعيدة قوي. انت مقتنع اصلا باللي انت بتقوله ده؟ بابي انا لازم امشي عشان عندي ميعاد. لما ارجع مش عايزة الاقي المناظر دي في البيت. لا بقى ده كده كتير قوي يا استاذ عبد الله. يلا بينا يا شريهان. يلا يلا يا اختي، ده احنا اتهزقنا على الاخر. لا عاش ولا كان اللي هزاك وانا موجود يا ست صباح. ولا عاش ولا كان ايه؟ اسكت بقى ما تخلينيش ادهم لك. اوعى ايه من وش. يلا يا خالتي يلا. يلا اسكت. اديني سكت. عمو طبعا الخلاف اللي حصل بيني وبين بنتك قليله الربايه ده ملوش اي علاقه بموضوع الشغل اللي بينا، يعني عشان اثبت لحضرتك قد ايه انا بروفيشنال في الشغل. بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا حبيبتي.